كيف حصل ده؟ كيف؟ العملية متأمنة ما فيهاش غلط. عملناها قبل سابق 100 مرة وبكميات أكبر بكثير من ده. دخلنا وخرجنا وخلصنا. ها؟ يبقى يا حصل المرة دي؟ ما ترد يا بيه؟ ما أنا أبوي اتلقق ليه؟ أنطق دغري يا كبير. اهدي شفيق، ما نامش ليه يومين واتغصب يروح لحد الواحات ورجع تاني، يعني محتاج راحة. يعني ايه؟ أشلعه وطبطب عليه؟ مش القصد يا كبير، أنا من الأول قلت لجنابك بلاش نبيع الولاد سرحان، رطاطين وكلامهم كتير وما يحفظوش السر، ويمكن حد فيهم خرب الحديد والخبر وصل للحكومة. لا اشتغلنا مع ولاد سرحان 20 مرة ما حصلتش غلطة واحدة، لكن المرة دي البي ما كانش همه، قاعد يسكر في البخرة لحد ما بقى طينة، والله أعلم قابل مين وتحدث مع مين ولا ايه يا سي مرعي؟ انا بصريح العبارة يا كبير، يعني بتداري عليه؟ معيش تقول انه غلط؟ ومين بس اللي يقدر يداري عليك حاجة واصل يا كبير؟ امال ليه سبته يشرب الهباب ده من العصرية لحد ما عاد الشغل؟ ما هنا يعني يا كبير، يعني مرعي مالوش ذنب يا ابوي. مرعي قال لي 100 مرة كفاية كده، انا اللي كانت دماغي مدوشة وعايز اسكتها بالشرب. هامله دلوقتي يا كبير، الحمد لله الواد رفاعي عرف يتصرف وزاغ من عربية الحكومة ودخل المدق بتاعنا في الصحراء ودفن البضاعة، يعني مفيش خسارة الحمد لله. طب اطلع ارتاح يا بيه، لما تنام وتشبع نوم هنتحدثوا معاك انت وباقي الرجاله. يلا، وانت يا سمري لازمك راحه، لما تفوق هنشوف ازاي الحكايه دي حصلت. يلا. تمام يا كبير. اتنين وينو؟ تعال يا ابو. بنقول لك ايه؟ انا عامل حساب لجوز امك والعيش والملح اللي كلته في بيتكم. انت عايز ايه يا عطر؟ عايزين نتكلموا سوا. انا ورايا شغل. بعد ما تخلصي. شامة، انا ما نمتش طول الليل، صورتك مش عايزه تفارق خيالي، انا بنحبك. سيب ايدي، انت مجنون؟ انت اللي بتقوله في وسط السوق ده. انا السوق ده كله باللي فيه ما يهمنيش، انا نحركه ونوقفه باشاره واحده من صباعي. بقول لك سيب ايدي. بعد عنها بلدينا وخليها تروح لحالها. انا مش من بلدكم يا احف، انت خليك في حالك وشوف مصلحتك فين. انت ما ينفعش تبقى من بلدنا يا ابو قصه، رجاله بلدنا ما يتعرضوش للحريم في وسط الشارع. واظن كمان الرجاله في بلدكم ما بتتحشرش ما بين راجل بيتكلم مع خطيبته. خطيبك ده؟ انا مفيش اي حاجه بتربطني بيه. الله الله الله، ليه كده يا شامه؟ ليه تدي فرصه لواد جربوع زي ده ياخد بنت على حسابي؟ انا مش جربوع يا واد. انت بص يا واد، انا بشوفك في السوق ومتهيألي انت عارفني. انا عارفك بس انت ما تعرفنيش. نزل ايدك وسيب القميص ده، ورد اوروبا مش بضاعه مسروقه زي اللي بتبيعها ابو جلابيه. ابو جلابيه مش هرد عليك، تكل على الله يا ست البنات، خدي بالك على روحك. ماشي، هتروحي مني فين؟ وانت ما انتش قد البصاطي، خليك في حالك وكل عيش يا سيدي. بناكل عيش والرزق على الله مش على بقصة. لا بورا ميادو بتعرف ترد، هشوفك تاني بس في الرواق. ما تتشاكلش مع اللي زي ده، طلعت يا ابني ده ما يعرفش ربنا. خافش عليا يا سندي، ربنا كبير ونعم بالله. لا غلطان يا سعاد، غلطان. ما كانش لازم ابدا تزفر لسانك مع واد زي ده. الواد ده ما يجيش ضافر من ضوافر اللي بتطير من رجليك. سبحان من خلاني مسكت نفسي وما مرمختوش في التراب قدامها. ليه يا كبير؟ ليه كده؟ ده العالم هنا كلها بتأتمر بامرك انت، ليه تهزق نفسك في وسط العالم دي كلها؟ هو ده اللي منعني عنه. بس انا مش قادر نصدق ازاي شمع قلبها يميل لواد زي ده. انا مش عارف الواد الصعيدي ده يطلع لنا من اي داهيه، بس ده نوع جبان عامل زي الحيه يقرص ويستخبى عشان خاطر عطا. حرص منه. اني نحرص من واد زي ده؟ جرايه يا جدع، انت ما تعرفش انا مين ولا ايه؟ اني لولا شغلي بيحب الكتمان والدره كنت صيدت نفسي في السوق ده كله، ما انت عارف. ايوه يا عطا، بس برضه ما كانش لازم انت تتعرض لشامه في السوق قدام الناس كده وتبوظ كل التخطيط اللي انا عامله لك. تخطيط؟ تخطيط ايه؟ ما ترسيني على الفوله يا عم رزين. بقول لك ايه، مش وقته،
احنا مش هنستلم البضاعة الليلة؟ الساعة 11 بالظبط هكون جاهز. خلاص يا حبيبي، بعد ما نستلم البضاعة ونرستق نفسنا احكي لك على كل الترتيبات اللي انا عاملها لك. ماشي، وانا متوصي بيك المرة دي من عندي بزيادة، بس بنقول لك ايه، حرص على نفسك وعلى فلوسك في الحتة اللي هنتقابل فيها، دي حتة مقطوعة وخطرة. ما تخافش على عمك روزي يا سيدي المعلمين. ماشي. أنا مش هستنى يا بنت الناس لما تروحوا يتفتحي في موضوعنا، لا. أنا من هنا على المحل بتاعه طوالي، وهخش في الموضوع على طول. احنا ما بنسرقوش، وانا مش صغير.